تفضلوا لابس المنس. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، أولا تشكرتي لأسئلتكم وللاهتمام الدائم بكل القضايا المرتبطة بعلاقتنا الخارجية وأساسا علاقتنا مع الجارة الشقيقة الجزائر. تحية لساكنة الجهة الشرقية لتعبيراتها الطبيعية للتنديد بحادث اعتبرناه رسميا حادثا خطيرا، وعبركم كذلك تحية للضحية الصالحي على رزق الله، مواطن بريء يتلقى ضربة نارية ويكون هناك الرد بأن هذه الضربة النارية ما عرف منين جات. بنشوفوا المسؤولية في التعامل مع قضايا جدية. الرد الجزائري وللأسف كان ردا كنا نأمل أن يكون في مستوى الحدث وخطورة الحدث، لكن كان الرد كما العادة بأن طلقات نارية هي كاينة، ولكن ما يقتش تقال من بعد كانت لخبطة، ومن بعد جاء تصريح كيقول لك كانوا جوج طلقات نارية ولكن طلقات في الهواء. هذا السيد هذا شكون اللي ضربه؟ كيقول لك بأنه حنا افتعلنا واختلقنا أزمة. المغرب ما عنده ما يدير، حنا جالسين ما عندنا خدمة ما عندنا شغل كنقلبوا كيفاش نختلقوا أحداث باش نستفزوا الجزائر. هذه المنطقة أخواتي إخواتني منطقة متجاوز لا يحترم أي ضوابط، لا حسن الجوار ولا المصالح المشتركة ما بين البلدين ولا العلاقات التاريخية ما بين الشعبين. ينظر إلى الماضي ولا ينظر إلى المستقبل، لا يراعي التوابت ولا يحترم الضوابط المفروض على أي دولة جارة. والمغرب راه عنده دول جوار أخرى كنتعاملوا معها من منطلق التعاون المستمر. الجزائر ترفض أي تعاون على مستوى الحدود وأي تعاون على المستوى الأمني. الجزائر كترأس لجنة في إطار المغاربي لتطوير آليات محاربة داء المخدرات، وعمرها ما جمعت ولو مرة واحدة للجنة، لكن تتمادى في اتهام المغرب بأنه بلد يريد أن يهز أسس الجزائر عبر تصدير المخدرات. خطاب نعتبره بئيس حقا، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار واقع المنطقة ومصالح الشعوب. أن تعادي بلدان ذلك من حقك، لكن أن تتمادى في البحث عن وسائل ضرب أسس العلاقات والاحترام للآخر، أعتقد بأنه هذا التجاوز غير مقبول. والمغرب كما أكدنا دائما سيتعامل الند بالند في كل القضايا المرتبطة بسيادته الوطنية مع أي كان، لأننا نعتبر بأن مسألة السيادة لا نقاش فيها ولا تساهل فيها. احنا طلبنا من منطلق المسؤولية أن تكون هناك لجنة باش تعرف شنو جرى ميدانيا. إلا ما كنتوش سيدي خرجنا احنا وصرحنا وعطينا صورة تقولوا هذا الشيء ماشي بالصح، واش يفتح تحقيق؟ أعطي إمكانية التحقيق باش يكون إذا كانت عندك القناعة بأن داك الشيء اللي كتقول وكتصرح به
راه عندك الحق فيه، ولكن باش تخرج وتقول داكشي اللي تقال كله ماشي بالصح والمغرب كيقلب غير على الاسباب. وهاد مشينا تيرينا في السيد وقلنا له واش نتيرو جلاس وقف تماك لا تنتيرو فيك باش نخلقوا حديث. سمحوا لنا الاخوان، الراي العام الدولي كيتبع هادشي هذا وكيعرف شكون اللي عنده مصداقيه وشكون اللي ما عندوش مصداقيه اليوم. والمصداقيه تاتي من الجراه في تحمل المسؤوليه، ماشي في المراوغات ومحاوله تغطي الشمس بالغربال. اذا هناك حادث نعتبره خطير، والشعب المغربي كله بكل فئاته السياسيه طبقته السياسيه ومجتمعه المدني عبر على استنكاره لهذا الحادث وسيستمر في ذلك. وانوه بالرد الشعبي فيما يخص قضايا من هذا المستوى ومن هذا النوع اللي كتمس مواطنين ابرياء وكتمس اسس علاقات حسن الجوار. اذا المغرب يستمر بالمطالبة بفتح لجنة تحقيق لكي يعرف الرأي العام الدولي من يقول الحقيقة ومن لا يقول الحقيقة، من يتحمل مسؤوليته في أن حسن الجوار يستمر ومن لا يتحمل مسؤوليته في هذا المجال. إذن أخواتي إخواني، الضغط سيستمر. نحن نطالب بلجنة تحقيق لكي نقول الحقيقة للرأي العام الدولي ولرأي عامنا الوطني سواء في المغرب أو في الجزائر، ولكي نعرف حقا من يفتعل الأشياء أو من لا يفتعلها. هذا هو جواب الحكومة، وشكرا لكم. سيد الوزير.